وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. أما بعد، يقول الله عز وجل من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في هاتين الآيتين بيّن الله عز وجل حقا عظيما وحقا جليلا، هو أعظم واجب قد أمر الله به، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وأمره بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالعبادة هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصدقة عبادة، كل هذه الأفعال من العبادات، وكذلك الأقوال مثل الذكر ومثل الخشية التي فيها في القلب، الخشية والخشوع والذل، كلها عبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا يجوز أن تصرف العبادات إلا لله عز وجل. لماذا لا تصرف إلا لله عز وجل؟ لأن الله عز وجل لما خلقنا خلقنا لهذه الغاية العظيمة، ألا وهي الإفراد الله إفراده عز وجل بالعبادة. فقال الله عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله لما خلقنا لم يخلقنا هملا ولم يتركنا هملا نرتع كما نشاء، وإنما خلقنا لهذه الغاية، وهذه الغاية هي عبادة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك خلق الله عز وجل لنا الكون وسخره لنا، نتنفس الهواء ونشرب الماء لكي نتقوى لعبادة الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في الآية التي تليها: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه النعم لماذا؟ حتى نفرد الله عز وجل بالعبادة ولا نشرك به أحد، لا نبي لا صالح لا طالح لا قبر لا ضريح لا شيخ لا شيخ طريقة لا غيره، تصرف جميع العبادات لله وحده لا شريك له، خلاف ما يفعله كثير من عباد القبور اليوم،
من الطرق وغيرها يصرفون العبادات لغير الله عز وجل. وإنت لو مشيت يوم الجمعة حمد النيل، ولا لو مشيت الشيكينيبة، ولا كان مشيت الزريبة، ولا كان مشيت الكباشي، بتشوف هذه العبادات لغير الله. تجد أن كثير من الناس يسجدون لهذه القبور ويندهون أصحابها. والله في مقطع كده منتشر، واحد جاء دخل للشيخ والشيخ ميت، مات له قريب ل 50 ولا 60 سنة. قال له يا أبوي ألحقني وافزعني، ويا أبوي ويدعوه من دون الله عز وجل، بل ويعتقد أنه ينزل الأمطار كحال كثير من الصوفية في مشايخهم. يعتقدوا إن هذا الشيخ ينزل الأمطار هو وحده. سبحان الله. كما قال قائلهم، اسمه الخنجر ولا غيره ده، قال انت كان سألت الله ما بينزل لك المطر. شوف هذه الجرأة العظيمة والتألي على الله عز وجل. قال انت كان سألت الله ما بيديك مطر، لكن كان سألت الشيخ بينزل لك المطر. هل هذا الكلام يعقله عاقل؟ لذلك قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وأخبر الله عز وجل أن هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا. قال الله عز وجل في آخر الآيات من سورة المؤمنون، قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهنا مثل عظيم ضربه الله عز وجل، مثل عظيم. الذين يدعون من دون الله قال الله فيهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ذبابة واحدة لا يخلقونها. طيب انت دار شنو من زول ما بيخلق ضبانة؟ دار من شنو؟ بل خلي الخليط، زول بيمرض عيان بيعية وبيجيه حمى وبودو الدكتور وبيديه بضع حقنة وبيديه حبوب، ومرات تجيه ملاري يدور راجمات، بعد ده تدعو زي ده من دون الله؟ فهذا من السفه العظيم. الذين يدعون من دون الله عقولهم نائمة، لا يفهمون شيء، لا يعقلون. لذلك قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مش واحد، لو اجتمعوا جميع شيوخ الطرق في العالم وجميع الذين يدعون من دون الله في العالم بأثره لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا. بل الله عز وجل تحداهم زيادة: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. كلهم ضعفاء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا بد للمسلم أن يخلص جميع عباداته
لله عز وجل لا شريك له حتى يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذا هو مآل أهل التوحيد، والذين يموتون على التوحيد مصيرهم إلى الجنة، والذين يموتون على الشرك بالله وعلى دعاء أصحاب القباب والأضرحة فهؤلاء مصيرهم إلى جهنم وساءت مصيرا. فإذا لا بد لنا أن نخلص جميع العبادات لله وحده لا شريك له. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقول ما تسمعون وأقدم الأخ محي الدين ليتفضل ما يزين مخلوق.